بسم الله. دلوقتي لو عندي 2 بي مربوطين في بعض، فهاجي هنا على الأداة ديت وأقول له أنا عايز أشوف طريقة الربط دي، أقدر أتحكم فيها وأقدر أغيرها. تمام، بيم كولوم أند جوين، هتلاقي هنا هو عامل لي عليها قفل بحيث إنها متغيرش، فأقول له لأ أنا عايز أغير فيها، فبيقول لي أنت ممكن تختار الأشكال مثلا تخليها بالشكل دوت، تمام، أو بالشكل دوت، أو تخليها يعني الأسهم دي بتتحكم في شكل الربط يبقى عامل ازاي. خلي بالك في هنا شو بيم جوينتس كونتيننت، ده بيظهر لي الحاجات اللي مربوطة ببعض في قلب اللوحة. ممكن أقول له أنا عايز أشوف الستيل، عايز أشوف الوود، عايز أشوف البريكاست الكونكريت الأزر، وهكذا في قلب اللوحة. تمام، فتقدر تتحكم في شكل الوصلات هتبقى عاملة ازاي في الحتة ديت من خلال الأسهم الصغيرة ديت.